حديقة روضة بريان في مدينة حلبجة تتنوع فيها النباتات والأشجار ونسقت بطريقة جميلة لتعطي للمكان رونقا وتزيده جمالا. ووراء كل هذا الجمال قصة الشاب بكر، حيث قام بإنشاء هذه الحديقة الرائعة والاعتناء بها. فقبل 4 أعوام كانت الأدغال والحشائش الضارة تغطي كامل مساحتها. عندما أرجع من العمل يوميا أزور هذه الروضة وأعتني بالحديقة وأقوم بكل أعمال البستنة من الحراثة والتقليم وري الأزهار والأشجار. أعمل كعامل نجارة. عندما أنهي عملي أرجع للبيت ثم آتي إلى هنا وأعتني بحديقة هذه الروضة. عندما كنت أمر من هنا أرى الحشائش والأدغال تغطي فناء الروضة، فجئت وأخبرت الإدارة بأنني سأقوم بإنشاء حديقة جميلة للروضة وبيتي قريب وأحب أقدم خدمة لمدينتي. وافقت الإدارة وقبل 4 سنوات بدأت العمل، وها هي الحديقة أمامكم. ولكي ينعم الأطفال الشعور بالراحة والهدوء، يحرص هذا البستاني على إضفاء التنوع في أشكال النباتات وألوانها وأحجامها ليزيد من جمال الحديقة ورونقها. زرعت في الحديقة أصناف كثيرة من الورود والأزهار وأشجار الزينة والأشجار المثمرة، وحرصت على زراعتها بطريقة مرتبة. زرعت أشجار الظل في الزوايا بعيدا عن الورود والأزهار، وخصصت مساحة للثيل يلعب فيه الأطفال. بجانب الرصيف زرعت أنواعا كثيرة من الأزهار الجميلة والورود العطرة. لا أشتري الشتلات، بل أقوم بغرس أقلام الأشجار والورود بنفسي. في أوقات فراغهم المديرة والمعاون يساعدان ويشاركاني في أعمال البستنة، يقدرون عملي ويثنون عليه دائما، وكل أهالي هذا الحي يقدرون ما أقوم به. عندما أرى طفلا يشم وردة أرتاح كثيرا، فهذا ثمرة عملي وتعبي. قدم بكر نموذجا رائعا للعمل التطوعي وإنسان خير يسعى لإسعاد الآخرين، الذي تبقى المجتمعات بحاجة لأمثاله، ينشرون صور التعاون والود وسيادة الأخلاق الكريمة بين أفراد المجتمع. قام كاك بكر بملء فراغ كبير في روضتنا، ورغم أن مبنى الروضة كبير وخصصت مساحة واسعة للحديقة، ليس لدينا بستان بسبب الظروف التي مر بها إقليم كردستان والعراق. ونحن كهيئة الإدارة صرفنا كل جهودنا في إنشاء حديقة الروضة، لكن لم تنجح جهودنا. واستطاع كاك بكر بمفرده إنشاء هذه الحديقة الجميلة. يصعب على أي بستاني أن يعمل هذا وحده، وهذه الحديقة لها دور كبير في توفير أجواء جميلة رائعة لأطفال الروضة. فجمال البيئة المحيط يساعد في تربية الأطفال وتعليمهم، ولا يحدث ذلك داخل جدران الغرف. لبرنامج نسمات زاغروس، أمير سليم، حلبشة.